النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. مستمرون معكم نحن فرق تراحم وسنابل الخير. إلى الآن لقد قمنا ببناء حوالي 100 خيمة إيوائية إن شاء الله، تضم 100 عائلة من أهلنا المهجرين الذين تضرروا بفعل الزلزال، فلا بقي لديهم منزل يأويهم. فقد قمنا ببناء لهم هذا المركز الإيوائي إن شاء الله، الذي قمنا بتخديمه إن شاء الله بخزانات المياه والسلل الغذائية والخبز والوجبات. مع أول أيام الزلزال إلى يومنا هذا ما زلنا متواصلين معهم في العمل ليل نهار.